مرحبا بك في بنك الخرطوم. عودة خدمة فتح الحساب داخل السودان. جهز مستنداتك وابدأ الإجراءات عبر الإنترنت. يرجى اتباع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: اضغط على مستخدم جديد. املأ النموذج الإلكتروني بمعلوماتك الشخصية، ثم أدخل الرقم الوطني ورقم الموبايل وعنوان البريد الإلكتروني والجنسية وتاريخ الميلاد. برجاء مراجعة الشروط والأحكام جيداً. لا تنسى الضغط على أوافق على الشروط والأحكام، ثم اضغط التالي. قم بملء الاستمارات البنكية المخصصة للخدمة وارفق صورة شخصية واضحة. ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على رمز تأكيد الطلب. يرجى حفظ هذا الرمز وإدخاله. قم بملء بياناتك الشخصية وعنوانك وبيانات العمل كما هو موضح في الفيديو. ثم قم بتحميل وثيقة التوقيع. ملحوظة: الرجاء التوقيع 3 مرات على الورقة، ثم تحميل صورة التوقيع. ثم ستصلك رسالة عبر البريد الإلكتروني بتأكيد استلام الطلب بنجاح. الخطوة الثانية: سوف تتم مراجعة طلبك وتأكيده، ومن ثم إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني تفيدك بالتوجه إلى الفرع الذي اخترته من فروعنا بالولايات. الخطوة الثالثة: أحضر معك أصل إثبات الهوية الشخصية، جواز السفر الساري أو بطاقة قومية صالحة. الخطوة الرابعة: قم بإيداع مبلغ مالي قدره 10,000 جنيه سوداني في الحساب الجديد الذي تم فتحه. ملاحظات هامة: يجب ألا يكون لديك حساب سابق في بنك الخرطوم، ويجب أن تكون حاضراً شخصياً في الفرع لإكمال الإجراءات. يجب استخدام بريد إلكتروني شخصي أو إنشاء بريد إلكتروني خاص بك لتجنب أي احتيال عبر طرف ثالث. الحساب المتاح هو حساب التوفير. ملاحظة: هذه الخدمة متاحة حالياً للسودانيين فقط. بنك الخرطوم، أنت أولاً.